عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة بنجاوب فيها على أسئلة مشاهدينا مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك. آمين يا رب، يا رب الستر والصحة ليا وليك ولكل المشاهدين يا رب. طيب احنا طبعا فاتحين النهارده التليفونات عشان اي حد. التنهيده دي بتعبر عن شيء، بتعبر عن الاستعداد للاسئله وهموم المشاهدين، وان شاء الله ربنا يجعلنا كده سبب ان احنا نساعدهم ونحل لهم. ربنا يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب. امين يا رب، يا رب. امين. نوره اهلا وسهلا. يا استاذه دعاء، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ يا رب يخليك، كل عام وانت حضرتك طيبه وشيخنا الكريم. الله يخليك يا نوره، ربنا يحفظك. علي الصوت كده يا نوره بقى، وايه وصلى على النبي الاول كده. مصلي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب دايما يا رب. بعد اذنك يا شيخ، انا قاعده حدا الجماعه كده وضبونا بقالي ما يقرب من سنه. لا بالراحه بقى، انا ما فهمتش. ما فهمناش، يعني بتقولي ايه؟ انا حدا الجماعه وضبونا ما يقرب من سنه. لا مش فهم. ما يقرب من سنه ايه اللي قبل ما يقرب من سنه؟ غضبانة. بقالي سنة تقريبا. غضبانة من بيتك وقاعدة في بيت اهلك بقالك سنة بالظبط كده. فالست الوالدة مش يعني مش من قبل الوضع خالص. والدتك انتي امامتك؟ بالظبط كده. فبتعيرني بغضبتي، بتعيرني حتى ليا حصلت بنتي توفت في حادثة، بتعيرني بيها، بتقولي ده انت هتخشي جهنم بسبب بنتك. ليه؟ طب يا نورة، اولا استني واحدة واحدة، يعني انتي غضبانة، ايه سبب الغضب؟ لا بيني وبين جوزي. كويس، وبالك سنه ووالدتك مش عاجبها الوضع ده. طب لا مش عاجبها، قعدتها عايزاني ارجع باي طريقه. عايزاكي تمشي من البيت باي طريقه. باي طريقه يعني، وبتدعي دايما عليا بدعوه. هي دي هي مامتك ولا مامت ابوكي؟ لا مامتي. طب وهي بطول عمرها عندك مشاكل معاها ولا؟ لا هي صعبه. لا ما فيش هي صعبه وبعدتها صعبه من الكل. طب وانت قاعده معاها، معاكي ولادك؟ لا هي البنت بس اللي معايا. ايه؟ معاها بنت وقاعدة هي وبنتها عند مامتها. طب مش ممكن تكون حاسة اللي فيه حمل ثقيل عليها شوية؟ لا هو مش بالظبط كده، يعني هي يعني لذلك الدعاوي ما بطلش دعاوي. اخواتي لاحظوا دعواها عليا رددوها، يا ماما ما ينفعش كده. قالت يا رب اللي يدافع نورة يشوف بنته زي نورة، يعني خلتني دعوة تدعى لاخواتي بيا. ايوه ليه بقى؟ هل انت مثلا بتعمليها وحش ولا بتزعقلها ولا في اي حاجه؟ ابدا والله العظيم خالص 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 خالص. فسؤالي لحضرتك يا شيخ، هتدعي دايما عليا دعاوي صعبه صعبه جدا جدا جدا. عليك انت بس ولا على اي حد تاني من اخواتك ولا انت بس؟ اخواتي لما بيعاتبوها يا ماما حرام، بحس بيها باللي هي فيه، كفايه اللي هي فيه. يا ماما حرام، مش تقولي لها كده يا ماما حرام، تقولي لا ان شاء الله اللي يدفع عنها يشوف ولاده زيها. ايوه بس هي بتدعو بدون سبب كده. والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده. طيب هي مش ممكن تكون مثلا هي بتقول لك يا بنت ارجعي ارجعي لجوزك؟ يا ريت. طب انا السؤال، احنا دلوقتي في نقطه بقى تانية غير موضوع مامتك. جوزك بقالك سنه انت مش مطلقه، يعني سايبه بس البيت ما رجعتلوش ولا سال عليكي ولا اي مش حاجه؟ مش راضي. لا مش راضي. هو قال خلاص هنطلق، وقلنا ماشي خلاص هنطلق قبل العيد. ماشي. اذا بعد العيد قال خلاص مش هنطلق، انا هسيبها متعلقه كده وتقضيها محاكم، ولا هطلق ولا هرجع.
ليه كده؟ طيب انت ايه يعني في مشكله كبيره للدرجه دي حصلت يعني؟ والله العظيم ولا مشكله كبيره ولا صعبه ولا اي حاجه خالص، مشاكل عاديه زي اللي في اي بيت، ما فيش اي مشاكل كبيره خالص تستدعي لحتى لو بعد المسافه كده. طيب. انت اللي سبت البيت ولا هو طردك؟ لا هو ضربني ضرب عنيف وجامد وانا اللي سبت البيت. ايوه. طيب انت ما قعدتيش مع ماما وقلت لها يا ماما انت زعلانه مني ليه؟ ما حاولتيش؟ قلت كتير لدرجه اخويا شاف الوضع قال لي خلاص يا نوره هي عمرها مش هتتغير، اعمالي هتعمل ايه؟ بعد ما هي سمعتني بما فيه الكفايه يعني شديد ما صعبه دعاوي صعبه بالكانسر في النخاع بالكانسر صعبه لدرجه جيت مسك على ايدها او على راسها او على رجلها يا ماما سيبيني بالله فيه يا ماما تبعتي لي دعوه يا ماما سيبيني شويه رجعت ترجع اكتر من الاول يعني عيشه صعبه وضع صعب. فسؤالي لحضرتك يا شيخ هل دعويها دي ربنا هيستجيبها؟ مش تقول ده ما تنجبري مش تشوف يوم حلو مش تنجبري مش تنجبري مش تنجبري. ده السؤال الاول. السؤال الثاني لحضرتك انا لما افتكر دعويها انا بزعل يعني دايما الواجب قاعده بيني وبين نفسي بزعل. فلما بزعل اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ماما يعني انا نقصاكي او ده انا عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني فيك هي بتدعي عليكي وانت بتدعي عليها. لا هي دايما بتدعي عليا تقول الهي ما تنجبري. هو بابا فين ده؟ ابوكي فين في كل ده؟ الوالد فين؟ مش برضو يعني يعتبر مش واخد موقف مش بقول لك مش واخد موقف يعني زي اخواتي ما باخدش معاها الحق ولا باطل. هي قويه قويه جدا. بص يا نور انا هقدر السؤال لحضرتك بس هل دعواها مستجابه وهل انا لما بتخانق اجي اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ماما فهل دعوتي كده حرام؟ حاضر ماشي يا نور. يعني حاجه وضع غريب بصراحه. هي ماساه لكن خلينا نتكلم كده انه لا يجوز للاب ولا للام الدعاء على الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على اولادكم. وقضيه لان ممكن ربنا تبارك وتعالى عارفه المثل المصري يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن يكون باب السماء مفتوح. فالانسان يخلي باله من المساله دي. عارفه قصه جريج العابد؟ جريج العابد ده عابد ويصلي وعامل صومعه لنفسه كده ومحدش له علاقه وهو يتعبد الى الله عز وجل. فكم مره بيصلي ركعتين كده فامه بتقول له ايه؟ يا جريج تعال هادي عاوز اقول لك حاجه. فهو بيصلي يا جريج هو بيصلي هيعمل ايه؟ فمش عارف يرد على امه ولا يسيب الصلاه. قال امي وصلاتي يعني امي ولا الصلاه؟ امي هخلص الصلاه بسرعه بكلم ايه يا ام؟ امه ما هديتش قالت له طب روح يا جريج اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. عرضه بس للفتنه دي ان هو يشوف المومسات اللي هي الزانيات والعياذ بالله. فاستجاب الله دعاء امي. كنت مره بحكي لشيخ بقول له يعني احيانا الام كده بتدعي كده والولد يبقى مظلوم وبتاع. فقال هل تعرف قصه جريج؟ قلت له اه مالها؟ قال لي هل استجاب الله كان مظلوم ولا مش مظلوم؟ قلت له كان مظلوم. قال استجاب الله دعوه ايه؟ دعوه امه لكن الله نجاه. وفي النهايه ربنا نجاه من ايه؟ قال اصابتني دعوه امي. فانا بنقول اولا للام لا يجوز ان انت تدعي لان ممكن الدعوه دي يعني زي ما بيقولوا كده يعني الله عز وجل يتقبل يستجيب الدعوه دي فبلاش. الحاجه الثانيه اللي يعني بيريحنا ان ربنا تبارك وتعالى قال انما يتقبل الله من المتقين. قضيه بقى استجيب لا يستجيب مش بتاعتي. يعني بقول لك ما تدعيش ما تدعيش عشان ما تندميش بعد كده. صح واخده بال حضرتك؟ انا بقول لنوره حاولي بقدر الامكان شوفي ماما عاوزه ايه. ممكن تكون زعلانه من حاجه، ممكن تكون زعلانه من قعدتك في بيتها سنه ومعاكي بنت، ممكن يكون الحمل كتير وتقيل، ممكن تكون مش راضي عن الوضع ده. في الصعيد يقول لك لا انا بنت ما يعني ليه قاعده غضبانه كده؟ ما تروح لبيت جوزها. ما ينفعش ان البيت يبقى فيه التفرقه دي. هي من وجه بحري او وجه بحري يعني او يعني عم صعيد الريف هم دايما ما يحبوش كده. يقول لك البنت قاعده ليه غضبانه سنه كده؟ أيوة. ما تروح استحملي شويه، الدنيا كلها مشاكل، نعدي شويه، نطاطي زي الشجره كده لما تيجي الريح تطاطي لغايه لما تمشي وتعدي. قصدك ان ممكن الاهل يبقوا افكارهم كده؟ قد يكون ده ممكن. فكرها فلازم تقعد وتقول لها يا ماما قولي لي ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ بالراحه، ايه اللي مضايقك؟ لكن هل يجوز بقى ليها انها تدعي على امها؟ لا يجوز. زي ما بنقول للام ما ينفعش ان انت تدعي، انت كذلك الامر لا يجوز لك اللي انت تدعي على مين؟ اللي انت تدعي على امك. بدل ما تدعي لها تدعي عليها تقول ايه؟ على فكره ده من العقوق، الدعاء على الوالدين من العقوق. امال اعمل ايه؟ يا رب اهدي بابا، يا رب، يا رب اهدي ماما، يا رب، يا رب اهديهم، يا رب حنن قلبهم عليا يا رب. بدل ما تدعي عليهم ادعي ايه؟ ادعي لهم. في لكن ما فيش مشكله اللي انا اقول
انا حاسه بالقهر، فاقول حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش من باب الدعاء، من باب الذكر، ان يا رب انت الوكيل وانا مفوض امري ليك انت، فانت حاسبي يا رب، اتصرف بقى. في برضو وضع تاني هي قالته ان هي يعني منفصله يعني مثلا، او زعلانه بقى لها سنه بس ايه جوزها مش عايز يطلقها. فبرضو كلمه لكل الرجاله اللي ممكن ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، يا تتجوزها يا تطلقها. قالت ضربني ضرب شديد، ولا يجوز للرجل ان يدع زوجته معلقه، لا مزوجه ولا مطلقه. ده لا يجوز شرعا، ما يرضيش ربنا ده. امال هعمل ايه؟ صرحها يا اخي صراحه جميله، طلقها لو مش عايز. لا، فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. بالظبط، يا اما تمسكها بنا. طب ايه المعروف؟ تجيبها وتشوف الحق ايه، وتشوف ربنا تبارك وتعالى امرك بيه تعمل ايه مع زوجتك. لكن قضيه الضرب، احنا يعني واحد يقول يعني هو معقول يعني ما الزوج ما يعني يسيبها كده؟ لا يا سيدي، هو انا بقول لك الضرب ده لما نيجي في اخر مرحله احنا فاهمين الضرب غلط. كان سيدنا، ودايما اقول كده، سيدنا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوين بيقول يا جماعه أدام الضرب ده اصلا بعيد بقى عن كتاب وسنه، اهو الضرب اذا اتى اثر ده كان سلبيا فيمنع. وده بيبقى اثر سلبي. الراجل اول ما يقول انت ما بتسمعيش كلامي يا ابني، في فيضهن، توديها فين دي؟ انت نطيت ليه للاخر كده؟ وبعدين هو الضرب اللي انت تديها بالقلم على وشها بالطريقه دي، هو في كده؟ ده الضرب ده معناه يا استاذه دعاء، عارفه النبي السواك اللي هو يقول لك طب ابعد بقى انا زعلان منك، عارفه اللي هو كده، انا زعلان منك اصلا، حسسها بس انت زعلان منها. لكن اول ما تروح ماسك ومديها في وشها، مين اني شرع قال كده؟ طبعا يعني اني شرع قال الكلام ده؟ وبعدين لما النساء بدات بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في الضرب عليه الصلاه والسلام قال ذئرنا النساء، جاييني كله يشتكي، ايه في ايه؟ بيضربونا يا رسول الله، ده مش كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام، وقال ما يعملش كده خياركم أبدا. أمال مين ده؟ راجل ده ما عندوش رحمة اللي بيعمل الكلام ده. فهدي زوجتك، دي السكن بتاعك، إزاي تضربها بالطريقة؟ لو بنتك مش هتقبل ده، ومش هتقدر إن حد واحد يجي يضرب أختك، جوزها يضربها بالطريقة هتوقف له طبعا. فما تعملش كده في ولاد الناس. صح. معانا تليفون جيهان، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إزيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش انا كنت عايز اسال سؤالين بس. اتفضلي يا جيهان. علي صوتك بس، الله يكرمك. ماشي. بقول لحضرتك والدتي توفت، الله يرحمها، وهي خدت حقنا في الميراث، احنا انا واخواتي وجدتي ام بابا اديته لاخويا قبل ما تتوفى، ودلوقتي هي اتوفت يعني وما فيش حاجه رجعت لحد، احنا مسامحينها بس هي بنحلم بيها ان هي بتعيط. طب نعمل ايه عشان هي ما... انا حاسه ان هي بتتعذب، وانا بقول انا مسامحاها واخواتي بيقولوا ان هم مسامحينها. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا غلطت في واحده توفت يعني، وكان واحد اتقدم لبنتي واختلفنا، وغلطت فيه وفي مامته، ومامته متوفيه وحاسه بالذنب، اعمل ايه؟ تستغفري لها؟ استغفر ليها هي. اعمل لها صدقه؟ هقول لك. حاضر. طيب وبالنسبه لوالدتي، في حاجه ممكن نعملها لها تشيل من عليها الذنب اللي هي عملته، ان هي خدت حتى جدتي توفت يعني، جدتي مش موجوده عشان تسامحها. حاضر. واخوكي بقى اللي اخذ الحاجات دي عادي ما عندوش مشكله يعني؟ صح. لا ما عندوش مشكله خالص. هو بيقول انا كنت صغير. لو لما كبر بقى ايه بقى؟ هو كان صغير، كان عنده حوالي لا هو دلوقتي كبر. كبر ما بيرجعش حقوق ليه دلوقتي؟ لا ملوش دعوه. وبعدين انا ما بحلم بيها ان هي بتعيط، واجي اخش على النت افسر الحلم بيقول لي ايه ده، هي عليها دين وعايزاك انت تسده لها. طب انا اسد حاجه انا ما خدتهاش يعني؟ اسد لوالدتي دين انا ما خدتهاش؟ لا يعني ما مش كل ما يقرا على النت ده يبقى ده تفسير يعني. بالظبط. طيب احنا برضو عايزين، احنا مش زعلانين عليها، عايزين نعمل لها حاجه ان هي يعني انا يعني بدات تصدقي عنها، استغفري الله عز وجل لها. وده نقطه، بس انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا يا استاذه دعاء. شوف البنات وشوف الولاد، هي كتبت وخدت الحاجه اديتها لمين؟ للولد. اهو نفعك في الاخره؟ لا. شوفي مين دلوقتي اللي عمال يجري وحاسين بان ماما تعبانه في قبرها وعاوزين نعمل لها اي حاجه، والولد يقول لك انا مالي، المهم وانا بقى اخد جمره النار ده اتنعم بيها في الدنيا. بس هو مش دريان بامه، لكن امه هي في علم الله تبارك وتعالى، وهي يعني ذهبت الى رب كريم رحيم سبحانه وتعالى. انتم سامحتم الحمد لله، وده الاساس، ان احنا يا رب احنا مسامحين.
هي بقى في علم الله عز وجل. طب اعمل ايه؟ اكتر بقى من الاستغفار، اكتر من الصدقه، من الدعاء، الدعاء خاصه في وقت السجود وفي الثلث الاخير من الليل، كل ده كتر، يعني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الروايه الثانيه اقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الاخير من الليل. استغفر الله عز وجل في الاوقات الفاضله لامي، اقرا القران واهب ثواب القراءه لامي، وهكذا ده ان شاء الله عز وجل ربنا يغفر لها ويرحمها رب العالمين. ودي رساله لكل واحد بيكتب وبياخد وبياكل الميراث على عين حياته كده، يقول لك الواد ده ابني، زي في المثل كده يقول لك الجي ولد انشد حلو وانسند، وجاب بنيه انهد سقف الدار عليا، ده يقولوا كده. فانا هكتب الميراث ده للولد، اهو الولد اهو يقول لك اصل كنت صغير، انا مال امي، امك يا ابني ممكن تعز، وانا هتتعذب؟ هو حد قال لها اديني الفلوس؟ والبنت هي اللي بتكون رحيمه بامها وبتقول انا حاسه ان ماما تعبان. لا ابشري ان شاء الله ليكي رب، ليها رب غفور رحيم، ربنا تبارك وتعالى يغفر ما دمت انت ان شاء الله الحمد لله يعني سامحتي انت واخواتك يعني. اما بالنسبه للي انت غلطت في حقهم وهي ست ميتة، استغفري كثيرا يعني لها ايضا. ورساله، نمسك لساننا شويه، نمسك لساننا شويه، عشان في الاخر يوم القيامه مفيش فلوس، امال في ايه؟ في حسنات. حسنات خلصت، حسنات. خد بقى شويه سيئات. اللهم عافينا. طيب معانا صباح، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذه دعاء. اهلا يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. استاذه دعاء معلش ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. دلوقتي يا شيخ انا متجوزه وجوزي متجوز اتنين تاني غيري. متجوز عليكي؟ عايشه. متجوز اتنين تاني عليا وقاعدين مع بعض في شقه واحده احنا الاثنين. احنا الثلاثه. انتوا الثلاثه؟ يعني انت الاولى. انا اول واحده. انت اول واحده وبعدها اتجوز اتنين مع بعديكي. اتجوز اتنين وقاعدين معايا في نفس المكان في نفس الشقه. استنى بس، هو لما اتجوز الثانيه اتجوز من وراكي ولا كان قايل لك؟ احنا عاوزين نعرف التفاصيل. لا اول واحده اتجوزها جه قال انا اتجوزت، يعني ما اتكلمتش كده وش كده على طول. اتجوز واحده ثاني برضو كان بعلمي، يعني انت قال انت عارفه يعني. واتجوز واحده ثاني برضو واتطلقت وراحت في حالها. مين اللي طلقت؟ اللي هي الرابعه. اتجوز واحده رابعه كمان؟ هو قفلهم بقى. فالرابعه دي اتطلقت. دلوقتي المشكله ان هو كل حاجه بيتكلم بيحلف بالطلقات طلقات طلقات، حتى لو على كوبايه ميه. يعني يحلف بالطلاق. معايا ابني حصل مشكله، قال له لو طلعت من البيت تكون امك متطلقه. لو رجعت البيت تاني. هو بيصلي؟ لا. طيب المفروض تسالي الاول تقولي ده هو انا متجوزه واحد ده ما بيصليش وما يعرفش ربنا. ما يعرفش ربنا. لا ما بيصليش. ما يعرفش ربنا. يعني حلفانات الطلاق ديت في بقه على طول، زي لما اقعد يا شيخ زي البانه. ايوه هي دلوقتي خايفه عشان بيحلف مثلا على ابنها بالطلاق. تقول له تعالى. ابني لما ساب البيت ومشي قال له لو رجعت البيت تكون امك دي متطلقه. ورجع ولا ما رجعش؟ لا ما رجعش، مشي. مش راضي يرجعه تاني البيت. وتاني هام لو حتى لو رايحه في اي حته على الطلاق، مثلا لو في مشكله في البيت او عند اي حد يقول له على الطلاق من حريمي، على الطلاق من مراتي. مين حريمي؟ علي كل حاجه طلاق 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 على طول، مفيش. طيب وبنتي كانت غضبانه وجت قعدت فتره كبيره في البيت، قال علي الطلاق بيت ثلاثه من حريمي، ما هي مروحه الا لما يجي الذهب بتاعها. روحت من غير ما يجي الذهب. بص بعدين روحت بيت كوسها من غير ما يجي ذهب. انا انصحك نصيحه، انا انصحك نصيحه، لان كثره الحلفان بالطلاق دي، ده في الشرع بيسموه يمين الفساق، اسمها يمين الفساق. فانت تعمل ايه؟ قولي له لا تقرب مني ولا مقربه منك، وتعالى انا وانت كده نروح لجنه الفتوى في الجامع الازهر، نقعد قدامهم يضربوك قلمين، يشتموك شتمتين، يقولوا لك اللي يقولوه، نستحمل واسمع بوداني احنا فين، في انا موقعي ايه، يعني ايه انا محل ايه من الاعراب في المساله دي كلها، هو انا زوجه ولا الايمانات دي كلها. لان انت قلت اكتر من حاجه، عليا الطلاق وبعدين يمين معلق على شرط، لو امك لو انت خرجت بره البيت ولا دخلت يبقى امك طالق،
حريماتي كلها، كل دي لها احكام مفصله، فلازم يتم معاكوا تحقيق وتاخديه كده وتروحوا الجامع الايه، الجامع الازهر. هو ممكن ما يرضاش، واللي ما يعرفش ربنا وما بيصليش فدي ممكن مصيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، تكن فتنه في الارض وفساد كبير. هي دي بقى الفتنه والفساد الكبير. يعني بعدين هو ما سنة اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه وعمال يظلمهم، ما ده ظلم ده ايه بقى الظلم ده؟ ظلم باين. انا على فكره انا كنت متعمد. انت عارفه ولا لا؟ يعني عارفه متجوزه، في واحد يقول لي هو لازم الزوجه الاولى تعرف يا سيد؟ عند الملكيه عندنا ابن عرفه يقول لازم لازم الزوجه تعرف، يقول كده لازم تعرف، ودي حاجه ناس كتيره ما تعرفش الوسائل، تعرف ان هو وما يبقاش يبقى زواج كده في السوء والزوجه الاولى ما تعرفش، اوصلوه عند الملكيه الى البطلان. تخيلي بقى المساله وصلت لغايه فين. فانا بسالها عشان كده. الحاجة التانية اني ظالم ايه؟ ده هو ظالم لنفسي، ظالم لزوجاتي، مش عارف ظالم مين تاني، ظالم اولاده. هو يعني لما يطرد ابنه وبعدين بيته مش عاوز يدخله، لا يعني يقول لك ايه يعني، هقولي عارفة تعرفي واحد يطلق خمسة ازاي؟ طلق الاولى، طلقها زعل منها، زهق جننته فطلقها فراح رمى عليها اليمين، فالتانية قالت الحمد لله خفينا، هو كمان خفينا واحده من علينا، قال لها وانت كمان، راح مطلق الثانيه. فالثالثه قالت له اثنين ورا بعض كده، قال لها وانت الثالثه. فالرابعه قالت الحمد لله، ما انا هو انا يبقى انا بص انا بص انت حبيبي يعني، قال لها لا حبيبك ايه؟ حبك بورس وانت الرابعه. فواحده جاره كده واقفه في البلكونه تقول له يا مفتري بقى تطلق الاربعه في وقت واحد، قال لها وانت طالق الراضي يا زوجك، فطلع الزوج قال لها انا رضيت. الله دي نكته. ربنا يهدي بجد عشان ياخدوا موضوع الجواز والطلاق لعبه يعني، سبحان الله. عشان كده احنا لابد ان نتحرى يا استاذه دعاء في قضيه الاختيار. الاختيار احنا هنتكلم في السلسله بتاعتنا دي ان شاء الله، الاختيار ده مهم جدا طبعا، المعايير مهمه جدا، معايير اجتماعيه مهمه جدا. ما حد يجي يقول لي دينا ده حلال ولا حلال، بس انظر للمعيار الاجتماعي. المجتمع هيبقى لازم الشرع دايما لا يغفل عن الناحيه دي. واحد يقول لي انا اتجوزت والشرع ايوه، طب والنظره الاجتماعيه يا حبيبي؟ الشرع لا يغفل الناحيه الاجتماعيه ابدا، فخلي بالك وانتبه. بشكرك يا شيخ احمد، من هيك ربنا يكرمك، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.